بشيختي انا كي قتلني هذاك اللي كيقولك العائله ثم يلا بالنا ليكم تترقع انا واحد شويه انت هاد العائله فين كانت ملي كانت محففه علينا الوقت مني كنا كنجيو عندكم غير باش نصايلوا صلاه الرحيم توطر لكم شي حاجه تسبيوها فينا ومنين جلسوا نباتوا معاكم الغد لي صباح تبغوا تفيقونا تدفعونا برجليكم علاش حيت حنا مكحطين حيت حنا حوايجنا باليين حيت حنا فقراء نتوما يلا بالكم تسولوا فينا فيك تشوف فاش كنا كنتقطعوا ما لاقين تاكسي باش نمشيو بها لمدرسه جديده فيك تشوف فاش خرجنا خدمنا صغار باش نصوفيو والدينا فيك تشوف فاش كنا كنموتوا بالجوع ونباتوا بجوعنا وما يساق لينا حد الخبر حيت بنفسنا زوينه تحترمي شي واحد لاباس عليه لابس مزيان بارفان مرسيدس الاخرى جوج ايفونات السؤال المطروح غير هو واش غتبقاي محترمه الى حيد هادشي كامل ما تنساوش صمتك الدور ما تخليهاش تدور عليك حيت راه بزيم كيوعد